الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت اللجنة المالية البرلمانية إن جميع مواد الموازنة حتى المطعون بها لدى المحكمة سارية المفعول، وأضافت اللجنة أن ما يثبت تفعيل جميع مواد الموازنة هو رفض المحكمة للقرار الذي طالبت به الحكومة بشأن المواد المطعون بها، ما يعني وجوب تطبيق تلك المواد وهي سارية المفعول وواجبة التنفيذ من قبل وزارة المالية والوزارات المعنية بهذا الأمر. وأشارت إلى أن الطعن المقدم من الحكومة على بعض المواد تسبب في إيقاف تفعيل تلك المواد بانتظار نتيجة الطعن من قبل المحكمة. شهدت أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية في بغداد وأربيل استقراراً في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وسجلت أسعار صرف الدينار العراقي في أسواق بغداد وبورصاتها 148,500 دينار عراقي للبيع، فيما سجلت أسعار الشراء 147,750 دينارا عراقي لكل 100 دولار. كشفت إدارة الجمارك الصينية أن العراق جاء خامسا في أكبر مصدر للنفط الخام إلى الصين، فيما تصدرت السعودية الدولة المنتجة للنفط. وقالت الإدارة إن الصين استوردت من 10 دول منتجة للنفط الخام في شهر حزيران ما مقداره 40,000 طن من النفط الخام، وهو يعادل أكثر من 9 ملايين برميل يوميا. وكان النفط العراقي خامسا بمقدار 828,000 برميل يوميا. وأشارت إلى أن الكويت جاء سادسا بواقع 560,000 برميل يوميا، وجاءت البرازيل سابعا بواقع 548,000 برميل يوميا، ومن ثم الإمارات بواقع 403,000 برميل يوميا. تراجعت أسعار النفط بعد ارتفاع غير متوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكي مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا ما يهدد الطلب عليه، وهبط سعر خام برنت إلى 71.81 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 4.2%، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 69.94 دولاراً للبرميل. كما أظهرت بيانات إدارة الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع بمقدار 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ شهر أيار الماضي. تراجعت أسعار الذهب لتقترب من أدنى مستوى لها منذ أسبوع، متأثرة بارتفاع الدولار والمخاوف من التهديدات الاقتصادية بعد تصاعد الإصابات بفيروس كورونا في العالم. وهبط الذهب إلى 1798.27 دولاراً للأوقية بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 12 من شهر تموز عند 1993 دولاراً في الجلسة السابقة. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى 1798.70 دولاراً للأوقية، وفي الوقت نفسه واصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية ارتدادها من أدنى مستوياتها في 5 أشهر بعد مزاد سندات ضعيف لمدة 20 عاماً. قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن تقديرات الصندوق هذا الشهر تشير إلى أن النمو العالمي في عام 2021 سيكون بنحو 6%، وأشارت جورجيفا إلى أن التعافي الاقتصادي سيتوقف ما لم تتسارع وتيرة التلقيح المضاد لفيروس كورونا، مضيفة أن هدف القضاء على الجائحة بحلول نهاية عام 2022 لن يتحقق بالوتيرة الحالية. وسبق أن توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو العالمي 6% في شهر نيسان، وهو معدل غير مسبوق منذ السبعينيات، في وقت تتحسن إتاحة اللقاحات وتفتح الاقتصادات مجددا بمساعدة تحفيز مالي غير مسبوق على الأخص في الولايات المتحدة. ختام الموجز بأمان الله.